صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. واليوم الثاني للنادي الاهلي هنا في تونس استعدادا للمباراه المرتقبه امام فريق الترجي التونسي في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. اكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا كلنا كجماهير النادي الاهلي، واللي بنتمنى اكيد فوز النادي الاهلي في هذه المباراه والتاهل للدور نصف النهائي. لكن خليني بالتحديد اتكلم عن برنامج الفريق النهارده. يمكن النهارده في البدايه طبعا هيكون الساعه 11 الصبح في الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، واللي هيحضره من النادي الاهلي كل من كابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجيه بالنادي طبعا للترتيب والتنسيق فيما كل طبعا يخص هذه المباراه، طبعا مع جانب التحكيم او جانب الحكام وايضا مراقبي هذه المباراه. ايضا النهارده هيكون في صلاه الجمعه واللي هيأديها اكيد الجهاز الفني واللاعبين هنا في فندق الاقامه في تونس. ايضا هيكون في ميعاد الغداء في تمام الساعه الثانية والنصف مساء هيتم تحرك الاتوبيس الخاص بلاعبي النادي الاهلي لملعب استاد رادس واللي هتقام عليه هذه المباراه. هيتم التحرك في تمام الساعه 5 مساء، طبعا ده هيكون بدري شويه خصوصا الكابتن حسام بدري هيكون عنده المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراه واللي هيتكلم فيه وهيتحدث فيه طبعا عن استعداد النادي الاهلي لمباراه الترجي التونسي ان شاء الله غدا. بالتالي هيكون مران النادي الاهلي الاخير النهارده، واللي هيكون مران مهم جدا جدا ان شاء الله في تمام الساعه 7، وهو نفس ميعاد طبعا مباراه الاهلي والترجي التونسي على ملعب رادس غدا، وهو الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه. طبعا هيكون مران مهم جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. كابتن حسام البدري هيستقر بمباراه الغد ان شاء الله. ايضا بعد العوده من المران مباشره هيكون في وجبة العشاء الخاصة بلاعبي النادي الأهلي، حيليها مباشرة محاضرة مهمة أكيد من كابتن حسام البدري اللي هيشرح فيها الفكر اللي هيلعب بيه هذه المباراة، وإن شاء الله نتمنى إن هو يكون موفق في ذلك، ويتمنى كل لاعبي النادي الأهلي يكونوا موفقين في هذه المباراة. وهيتم الاستعداد الأخير إن شاء الله من خلال يوم الغد إن شاء الله، من خلال محاضرة أخيرة للكابتن حسام البدري واللي هيعلم فيها أكيد التشكيل الرسمي لأداء هذه المباراة الهامة. في كل الأحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، وان شاء الله يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويقدر من خلالها انه يصعد للدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.